بيكم في برنامج تحدي المختبر. النهاردة التحدي هيكون مع الكيمياء، مش بس تحدي، ده احنا كمان هنلعب، بس مش انا اللي هتحدى ولا هلعب، انا معايا ابطال هم اللي هيساعدوني وهم اللي هيلعبوا في الكيمياء. بس خلينا الاول نروح نتعرف عليهم. اول بطل معايا النهاردة هو معاذ هاني، 11 سنة وفي 5 ابتدائي، بيحب جدا التنس والبيانو، واكتر مادتين بيحبهم هو الماث والدراسات الاجتماعية. اما البطلة التانية معايا النهاردة هي ريتاش حامد، 12 سنة وفي 6 ابتدائي، بتحب الرسم وكرة اليد، وكمان بتحب الدراسات والماث. ازيك يا معاذ؟ ازيك؟ عامل ايه؟ الحمد لله. فك كده، حاجين نلعب. عامل ايه؟ الحمد لله. نفسك تطلع ايه لما تكبر يا معاذ؟ مبرمج. اشمعنى مبرمج؟ يعني حاسس ان شغل الكمبيوتر ده حلو. احسن. انا عايز اقول لك اكتر ناس مطلوبين الايام دي هم المبرمجين. مستعد يحصل النهارده؟ مستعد. هتكسب ولا هتخسر؟ ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. ريتاج عامله ايه؟ الحمد لله. نفسك تطلعي لما تكبري يا ريتاج؟ مهندسه ديكور. مهندسه ديكور؟ اشمعنى؟ عشان بعرف ارسم شويه. الرسم هيوديكي مهندسه ديكور او فنون جميله. ان شاء الله كده نشوف لك معرض كبير يا ريتاج. مستعد يحصل النهارده؟ اخبار الساينس معاكي ايه؟ الحمد لله. النهارده يا معاذ وريتاج هنظبط حلقه مليانه تحديات والعاب. حد فيكم يحب الكيمياء بالذات؟ رخمه صح؟ لا بتفرقع. بتفرقع؟ دي كل معلوماتكم عن الكيمياء؟ لا بس. النهارده بقى احنا مش بس هنفرقع بالكيمياء، احنا هنلعب بيها بس في تحدياتنا. دلوقتي معاذ وريتاج جاهزين لاول تحدي معانا النهارده وهو تحدي النانو. انا ومعاذ وريتاش جهزنا الاول تحدي معانا النهارده وهو تحدي النانو. عارفين ليه اسمه نانو؟ انا شفته قبل كده في افلام بس. غالي شويه. تقنيه النانو. النانو ده حاجه صغيره قوي. عارفين ليه بقى؟ عشان التحدي بتاعنا كل اللي انت محتاجه منه نانو معلومه. النانو معلومه اللي معانا النهارده وهي تفاعل الاحماض مع الكالوريات مكونه الميه والملح. فاهم حاجه؟ لا والله. ايه ده؟ ايه الكلام الكبير ده؟ تعال نبسط الموضوع ونشوف ايه الكيمياء. الحمض هو حاجه مليانه ذره هيدروجين. حد فيكم عارف ذره هيدروجين؟ ما تعرفهاش؟ هيدروجين اتش. شفتوها قبل كده؟ انا حلو. سمعتها قبل كده بس مش فاهمها الصراحه. ايه؟ سمعتها قبل كده بس مش فاهمها. سمعتها بس لسه ما خدتوهاش في المدرسه. انا بقى النهارده جاي اعرفها لك، ولما تاخدها في المدرسه اخليك تشرحها لاصحابك. طيب حد فيكم عارف الرمز بتاع الميه؟ H2O. صح؟ الاتش ده هو ده الهيدروجين. يبقى انا عندي كام اتش في الميه؟ اتش 2 او. كام اتش؟ اتش اتش واحده. اتش 2 2 اتش. والاو ده ايه؟ اكسجين. يبقى عندك كام اكسجين في الميه؟ او واحده. يبقى احنا اتفقنا معانا في الميه او واحده و2 اتش. تعالوا بقى نرجع لموضوع الحمض ده. بيبقى ماده مليانه اتشات. بص خد اتشات زي ما انت عايز. تمام. اما القلوي هي حاجه مليانه او اتش. طب لو جيت حطيت حمض مع قلوي، هاخد اتش مع او اتش، هيطلع لي ايه؟ معايا كام اتش؟ 2. ومعايا كام اكسجين؟ 1. يعني انا لو جيت فعلت حمض مع قلوي هيطلع معايا في الاخر ايه؟ ميه. صح. بس الميه دي مش بتطلع لوحدها، بيطلع ومعاها ملح وغاز كمان. طبعا انتوا حاسين الكلام لسه معقد، ما تيجي نجرب ده في تجربه. تمام. تعال ركز معايا. ده الحمض اللي عندنا اللي احنا قلنا عليه مليان اتش كتير. الحمض ده موجود عندنا في البيت، تتوقعوا ايه هو؟ خل. خل صح. الخل من اشهر الاحماض اللي موجود عندنا في المطبخ. عندي بقى هنا في البالونه المكون السري اللي ماما بتخلينا نروح نجيبه من السوبر ماركت ما نعرفش نقول اسمه. بيكنج باودر. انا قعدت احفظها بقالي 12 سنه. بيكنج باودر ده بنقول عليه قلوي، يعني مليان او اتش. طب لو جينا حطينا الاثنين مع بعض ايه اللي هيحصل؟ هيدروجين. وفي هنا الناحيه الثانيه ايه من القلوي؟ او اتش. يعني هيتفضل عندي ميه في الاخر. صح. طب ما تيجي نشوف اللي هيحصل. نشوف. جاهزين؟ يلا بينا. بس انا قبل ما اعمل التجربه، عشان خايف الصراحه كده تنفجر في وشي، هلبس النضاره. البسوا النضاره بتاعتكم عشان انتوا هتعملوا التجربه بعدين. هبتدي. ما تعملوش حاجه، انا اللي هعمل. تمام. جاهزين هتشوفوا اللي هيحصل. ده الخل والبالونه اللي فيها القلوي. هبتدي ان انا احط البالونه كده. ايه ده؟ ما حصلش حاجه. ليه ما حصلش حاجه؟ عشان لسه ما فضيتهوش اصلا. صح. التفاعل عشان يحصل لازم الاثنين يكونوا مع بعض. صح. طب لو جيت قلبت
الكالوي اللي عندنا كده. واو ايه ده ايه ده ايه ده هوبا ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده. هسالكم سؤال واشوفكم انتوا عارفين اجابته ولا لا. هي البالونه اتملت ليه؟ ممكن عشان الهيدروجين يعني. لا عشان الهيدروجين لا اكسجين. مش عايز رمز كيميائي. لما بنيجي ننفخ البالونه بندخل فيها غاز ولا ما بندخلش؟ صح يبقى التفاعل ده مش بس طلع عندي ميه اللي هي موجوده تحت والملح اللي موجود تحت، في غاز كمان طالع. صح الغاز ده اسمه ثاني اكسيد الكربون. اللي بنطلعه. تمام سهله سهله. يبقى لما اجي افاعل حمض مع قلوي وخصوصا اللي معايا طلع عندي ايه؟ ميه وملح وغاز. كده فهمنا الكيمياء بتاعت الموضوع. سهله ولا كيمياء؟ كيمياء 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 وسهله ان شاء الله. هنا كل حاجه هتلاقوها سهله. دلوقتي نخش في التحدي كده بعد ما فهمنا. قدامك كده ايه؟ قول لي كده ايه اللي قدامك. خمس ازاز وايه تاني يا واتنين خل وفي ازازتين خل. في حاجات تانية؟ بلالين وبيكنج باودر وقمع. انا مش هقول لكم تعملوا ايه بالحاجات دي، هقول لكم نتيجه التشالنج اللي المفروض توصلها لي. كل واحد فيكم معاه دقيقتين. دقيقتين ولا ثلاث دقايق؟ ثلاث دقايق. ثلاثة يا عم، أنا ما بحبش أزعل حد معايا هنا. ثلاث دقايق تعمل لي فيهم تنفخ لي أكبر عدد من البلالين بغاز ثاني أكسيد الكربون. طبعًا لو أنت كنت مركز معايا، وأكيد أنت كنت مركز في الشرح اللي أنا قلته، فأعتقد الموضوع هيبقى سهل. ثلاث دقايق اللي هينفخ أكبر عدد من البلالين هو اللي كسبان. تمام. مش هقول لكم ولا أكتر ولا أقل. سهلة؟ سهلة؟ سهلة. مع الصفارة؟ جاهزين؟ جاهزين. يلا 3 وقفوا بقى. وقفوا. ماشي. حط البالونة اللي عندك على الإزازة وحط البالونة اللي عندك على الإزازة. ماشي. حط مش مشكلة حط. بس اقلب. اقلب وديها هناك. مفيهاش بس ماشي. قلبيها كويس. وديها هناك. مفيهاش بس ماشي خلاص. لا باظت. خلاص. باظت. تعالوا بقى نراجع ونشوف إيه اللي عندي. معاذ عنده بالونة منفوخه كويس. تمام. وعنده بالونه نص نص. استاذه ريتاش عندك بالونه منفوخه كويس وعندك بالونه مش منفوخه، وانت كمان عندك بالونه مش منفوخه. عايز اسالكم سؤال بس تجاوبوني، قولي لي اشمعنى البالونه دي نجحت ودي ما نجحتش؟ دي كانت مش عارفه ادخل فيها البيكنج باودر، كانت مسدوده من تحت، فما كانش فيه عندي كميه كافيه ان هي تكون موجوده في التفاعل. فاحنا نتعلم ايه علشان التفاعل يبقى عندنا ماشي كويس؟ لازم يكون عندي كميات ونسب مظبوطه في التفاعل. صح حبيبي. نعم. دي ما نفعتش ليه؟ دي عشان التركيز كان قليل فيها. عشان التركيز كان قليل، لكن دي كان عالي اكتر. طب مين كان اكتر في البيكنج، دي ولا دي؟ دي طبعا. دي طبعا صح. الاثنين قد بعض في الخل. يعني كل ما زود كميه البيكنج كل ما هطلع غاز اكتر. صح كده. يبقى نتعلم من التحدي ده ايه؟ ان كل ما تركيز المتفاعلات مع بعض اللي هي الحاجات اللي احنا حطيناها مع بعض كل ما كان تركيز النواتج اكبر. وهو ده الدرس اللي معاذ وريتاج علموني وعلموكم معايا. بس دلوقتي عندي فايز في التحدي، والفايز ده هو معاذ. معاذ بما انك انت اللي كسبت معايا فانت هتحط ثلاث كور انك تحافظ على البيئه معايا من التلوث الكيميائي في الانبوبه بتاعتك. ثلاثه. اوكي. واحد اتنين تلاتة. تمام. ريتاج مش معنى انك ما كسبتيش معايا في التحدي انك مش هتحطي كورة، هتحطي كورة واحدة. برافو يا ريتاج. بس بصراحة خليني ابدي اعجابي بيكوا انتوا الاتنين، وانتوا الاتنين عملتوا تجارب مذهلة. جاهزين للتحديات اللي جاية؟ دلوقتي معاذ وريتاش خلصوا اول تحدي معايا النهارده وجاهزين للتحدي التاني. تحدي هيحصل ايه لو
ورجعنا لتاني تحدي معانا النهاردة، وهو تحدي هيحصل ايه لو. اتفقنا مع بعض في الفقرة اللي فاتت ان احنا عندنا اوساط كتير، زي مثلا كالرز واحماض. واحماض بس التاني اسمهاش كالرز، اسمها ايه؟ الكلويات. كلويات. احماض وكلويات بنقول عليها بالانجلش اسيدز وبيزكس. ده كده عندنا، بس مش الكيمياء والسوائل الكيميائيه اللي عندنا بتكون احماض وكلويات بس، في انواع تانية. يعني مثلا في حاجه اسمها متعادله، المتعادله هي ولا كلويات، ايوه، ولا احماض. صح كده. طيب لو انا دخلت المعمل بتاعي ولقيت ثلاث سوائل شفافين زي اللي انتوا شايفينهم دول، سائل شفاف، تمام، سائل شفاف وسائل شفاف، ثلاثة شبه بعض، واحده فيهم ميه، الميه بنقول عليها متعادله، يعني ولا احماض ولا كلويات. كلويات. علشان نقدر نفرق ما بينهم بنستخدم حاجه اسمها الكاشف. تفتكروا يا ترى يا هل ترى الكاشف ده بيعمل ايه؟ ده بيكشف. بيكشف. بيكشف علينا ولا بيكشف ايه؟ عن الكلويات والاحماض. ايوه بالظبط، عن الكلويات والاحماض، يقدر يفرق لي ما بينهم. جميل. طب ازاي الكاشف ده؟ لما بحطه على الحمض لونه بيتحول للون الاحمر، وكل ما الاحمر درجته تزيد يبقى ده حمض قوي، ولو حطيته على القلوي لونه بيتحول للون الاخضر او اللزق، وكل ما لونه بيزيد يبقى كده تركيزه القلوي عادي. دلوقتي الثلاث سوائل اللي عندي، واحد فيهم خل اللي هو السائل رقم واحد، السائل رقم اتنين ميه، السائل رقم تلاتة بيكربونات الصوديوم، البيكنج باودر اللي احنا اتكلمنا عنه. صح. دي كل المعلومات اللي انا هديها لكم. السؤال هو قدامك ثلاث ورقات، كل ورقة مترقمة عندك؟ اه. عندك ايه كده؟ واحد اتنين تلاتة. عندك نفس الموضوع؟ اه. معاكي قلم؟ اه. السؤال هو، وركزوا كويس في اللي انا هقوله، هيحصل ايه لو حطيت الكاشف على السائل رقم واحد اللي عندي اللي هو الخل؟ ما تقوليش الإجابة، تكتبها في الورقة. كاشف. عندك أربع ألوان، أحمر. تاني. تاني. عندك أربع ألوان، أحمر، أخضر أو درجاته الأخضر والأزرق، ولا أبيض شفاف عادي مش هيحصل أي حاجة، ولا هيبقى اللون أصفر. احمر، اخضر بدرجاته، ابيض، اصفر. هو دخل صح؟ دخل. اه. ركز، هيحصل ايه لو حطيت الكاشف على الخل؟ هيبقى لونه احمر ولا درجات الاخضر والازرق ولا شفاف مش هيحصل حاجه ولا اصفر؟ اكتب الاجابه. ده في اول حاجه. ما تقوليش في السائل رقم واحد اللي هو عندي الخل. اكتب الاجابه. احمر ولا درجات الاخضر والازرق ولا شفاف ولا اصفر؟ اكتب الاجابه ما تقوليش. كتبت؟ اه ماشي. كتبتي؟ أوه. السائل رقم اتنين ميه اللي احنا بنشربها، هيحصل ايه لو حطيت الكاشف على الميه؟ هيبقى انهي لون من الاربعه اللي هم الاحمر ولا درجات الاخضر والازرق ولا هيفضل شفاف ولا اصفر؟ ميه. السائل رقم اتنين. ما تقوليش، اكتب الاجابه. هيفضل لون ما اعرفش ماشي اخضر، ولا هيخف اللون ده؟ ايه هيخف اللون ده؟ ماشي تمام. ما اعرفش. لا اكتب. اكتب. عندك خمس اختيارات في السؤال رقم اتنين، الأربع ألوان اللي قلناهم أو هيخف اللون ده اللي هو اللون البنفسجي. كتبنا؟ السائل رقم ثلاثة هي مية ببيكربونات الصوديوم، بيكنج باودر يعني. هيحصل ايه لما احط الكاشف عليها؟ هيتحول لونها لانهي لون؟ هل هتخف اللون ولا الاحمر ولا درجات الاخضر والازرق ولا هيبقى شفاف ولا اصفر؟ هو الاصفر ايه؟ ما اعرفش. انا قلت لك كل المعلومات. ماشي. قلت لك كل المعلومات، ما تسالنيش في حاجه. تمام. هو
خلاص كتبتوا الإجابات؟ لو سمحت ممكن تسلموها لي؟ يعني خط مش حلو قوي بس مش عادي العباقرة كلهم خطهم مش حلو. شكرا يا ريتاش، ارجعي مكانك. هنا واحد، هنا واحد، وهنا اثنين، وهنا اثنين، وهنا ثلاثة، وهنا ثلاثة. انتوا الاثنين جاوبتوا نفس الإجابات بالظبط. عارفين إن أنا فرحان؟ لأن أنا حاسس إن أنتوا كنتوا مركزين معايا قوي في الحلقة. هسأل كل واحد فيكم سؤال قبل ما أجرب التجربة. تمام. هروح لريتاش الأول. ريتاش. أوكي. أنتوا قلتي لي أحمر. إشمعنى أحمر؟ حسيت الخل هو من الأحمض. أنا مش سامعك تاني، عايز تصدعيني. حسيت الخل هو من الأحماض. الخل من الأحماض، عرفت منين الخل من الأحماض؟ حسيتي؟ ما قلناهاش في الفقرة اللي فاتت؟ صح؟ خلي من الأحمض، وانتي عارفة ان الكاشف بيحاول أحمض أحمر؟ ده وجهة نظرك؟ ربنا يستر. السؤال رقم اتنين، قلتلي هيخف اللون البنفسجي. اللون ده هيخف يعني. اللون ده ليه؟ عشان المية يعني ما هي ولا كالوريات ولا أحماض. صح؟ فهتخف اللون عشان وكمان فيها غاز فهتخف اللون اكيد. هتخف اللون مش تعمل اي حاجه، حاجه طبيعيه لما نيجي نحط مثلا لون احمر على الميه. أيه. اللون بيخف. ايوه صح كده، دي وجهه نظرك. ماشي. الاجابه رقم ثلاثة اللي انتوا كاتبينها زي بعض، ما بين الاخضر والازرق. صح ماشي. طب اصعب لكم السؤال شويه. دي اكتر اجابه مش متاكد منها. دي اكتر اجابه مش متاكد منها. صح. طب هي بيكربونات الصوديوم، احنا اتفقنا ان هي من الاحماض ولا القلويات؟ البيكنج باودر. عشان الفكره اللي فاتت كان من احماض. لا، الخل اللي من الاحماض والبيكنج باودر من الكلويات. ايوه من البيزكس. دلوقتي احنا هنشوف اجابتكم صح ولا كلها غلط. جاهزين؟ جاهزين تشوفوا اللي هيحصل. انت اصلا عمركم شفتوا لون بيتحول للون تاني تماما؟ لا. عمرك ما شفتها في حياتك؟ مش قوي يعني، بس تقريبا شويه. حاسس ان انا شفتها. حاسس انك شفتها. وانتي؟ مش يعني مش قوي. مش قوي. تعال نجرب. ماشي. يلا جاهزين؟ جاهزين. تدوني قبل كل سائل تدوني 3 2 1. اوكي. يلا بينا. 3 2 1. هنحط هنا. واو. ايه ده؟ حول لنا اللون الايه؟ احمر. احمر كده. عندي معاذ وريتاج اول اجابه، انتوا الاثنين صح. سقفوا نفسكم سقفه جامده كده. نخش للسائل رقم اتنين ونشوف هيحصل ايه. حاسس ان هو غلط؟ صح. صح، حاسين ان انتوا قلتوا معلومه كده وخلاص. تعال نجرب. تعال نجرب. يلا اديني 3 2 1. صح. نايس، انت الاثنين جاوبتوا الاجابه صح. خف اللون عشان الميه متعادله مش بتعمل اي حاجه. صح، احنا بنشربها اصلا. صح كده. صح. نروح بقى للسؤال اللي ممكن يكون لخبطكم. يس. جاهزين؟ انا برضو هو نفس السؤال نفس الاجابه. وانتوا الاثنين نفس الاجابه. كله وانا مبسوط بيكم. متعادلين. متعادلين. حتى لو دي غلط برضو متعادلين. حتى انت كده كده نفس الاجابه. طب تعال نشوفها. يلا مستعدين؟ مستعدين. 3 2 1. لا ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ تتعرفوا ان دي لاول مره حد يطلع من الفقره مجاوب كل الاسئله؟ انتوا بجد بسطتوني، حاسس بفخر جامد قوي. شكرا. طب انا ما كنتش قلت لكم ان الخل من الاحماض والبيكنج باودر من القلويات، كنا عرفنا الاجابه؟ لا. صح؟ بس انا كنت حاسس ان الخل برضو تركيزه قوي عشان طلع غاز برضه. صح، حسيت كده من الريحه بتاعته. يعني لو حد مثلا بنبقى دايخ نروح مشممينه خل عشان بيقوم جاي ضارب في النافوخ على طول وبنفوق. حلوه التجربه. انا بجد فخور بيكم جدا وفخور بنفسي قوي لان انتوا توقعتوا الحاجه صح. كده احنا عرفنا سوا وتاكدنا ان في فرق كبير جدا ما بين الاحماض والقلويات، ونقدر نكشف ما بينهم بكل سهوله عن طريق الكاشف بتاعنا، كاشف الكروم. وبكده نكون انا ومعاذ وريتاش اللي خلصوا الفقره دي بانبهار جامد جدا، واول مره ناس تعدي معايا في التحدي ده. كل واحد فيكم هيحط كام كوره؟ ثلاثة. لا ايه الطمع ده، هم اتنين. تمام. هنبتدي بمعاذ الاول. يلا
واحد اثنين. عاش يا معز. يلا ريتاج. واحد اثنين. معاذ وريتاج بعد ما عدوا تاني تحدي معانا النهاردة جاهزين للتحدي التالت، تحدي أكشن علوم. عايش. ورجعنا لاخر تحدي معانا النهارده وهو تحدي اكشن علوم. اكشن يبقى فيه حركه صح؟ علوم اكيد فيه ساينس صح كده؟ صح. عارفين ايه اللي قصادي ده؟ صابون. صابون؟ صابون اه. ولا ميه بصابون؟ ميه بصابون. ميه بصابون. ميه بصابون، اكيد مش هنجيب كميه الصابون دي، ما عندناش ميزانيه للموضوع ده. الفكره بالميه والصابون لو انا جيت نفخت جواها بالشاليمو هيحصل ايه؟ هيبقى في بابلز. هيعمل بابلز. هيعمل بابلز صح؟ دي مكسوفه مني يعني. مش سامعك. هيعمل ايه؟ هيعمل بابلز. بابلز. طب ما تيجي كده نجرب ونشوفها سوا. يلا جاهزين؟ مركزين. جاهزين نجربها؟ تمام. ممكن تطلع حاجه غير البابلز. يلا بينا. يلا. 3 مش عارف اقول 3 2 1 ليه، بس يلا. 3 2 1. واو. هو مش واو قوي، اي حد ممكن يعملها في البيت ان هو يعمل بابلز، بس اللي الناس ممكن تكون مش عارفاه هو ايه اللي خلى البابلز دي. البابلز دي عباره عن ايه؟ صابون بميه، غلاف وميه وعامله غلاف. طب هو جواها ايه؟ هواء. هواء. هو ده اللي انا كنت عايز اسمعه منك. هو عباره الهواء. عن ميه بصابون وجواها هواء. الميه والصابون عاملين شبه سندوتش كده مع بعض، متداخلين مع بعض، فلما بيتحط مع بعض واجي انفخ جواها يبتدي يتحبس جواها فيعمل شكل البابلز بسبب حاجه اسمها التوتر السطحي. طب دي المعلومه العلميه اللي احنا عايزين نعرفها، ولكن وركز في كلمه ولكن. انت قدامك حاجه غير اللي معايا، ايه هي؟ ازازه فيها شراب. جرب كده تمسك الازازه انفخ فيها وحط ايدك من الناحيه الثانيه، ابعد ايدك. جربي انفخ. انفخ اكتر. انفخ بس. نزلها بقى تاني. سؤال صعب قوي، حسيت بايه؟ حسيت ان الشراب بيتنفخ. بايه الشراب بيتنفخ؟ بيعدي هوا لما بيعديش هوا؟ لا ما كانش فيه كميه هوا كبيره. هنا بقى دور الساينس اللي هيكشف لنا الموضوع. في هوا بيعدي، عايز الدليل؟ عايز الدليل؟ اه. غمس الازازه اللي معاك في البابلز اللي عندك، الميه بصابون بمعنى صح، غمسها تمام، طلعها ما تشيلهاش، طلعها ايوه لحد ما تصفي الميه اللي فيها. جميل. وهي فوق الازازه، جرب كده تنفخ. قول اه. واو وات. بس حلو قوي كده. في هواء بيطلع ولا مفيش هواء بيطلع؟ في هواء بيطلع. حلو. في دلوقتي هل ينفع نسيب ترابيزتنا كده؟ لا. معاك ايه؟ فوطه. يلا بينا. جرب تعتمد على نفسك. ايوه الله ينور. رجعها يلا مكانها. اظن دلوقتي كل حاجه واضحه قصادكم. البابلز بتتعمل بسبب الهواء اللي بيتحبس جوه الميه بصابون. ايه الاكشن بقى اللي هنعمله؟ الاكشن اسمه البابل سنيك. التحدي قوانينه كالاتي، اللي هيعمل اكبر عدد من السنيكس هو اللي هيكسب. طول السنيك من اول الترابيزه لاخرها كده اهو، يعني تعمل لي السنيك متواصل يكون لازق في بعضه، يا اما تجيبه في نفس واحد، يا اما لو اتقطع منك تقوم جاي مكمل عليه. اتفقنا؟ اتفقنا. معانا وقت قد ايه؟ دقيقتين ولا ثلاثه؟ ثلاثه عشان تاخد راحتك. يس. اكبر عدد من السنيكس هو اللي هيتحسب. وعلشان انا عارف ان الهواء اللي موجود حوالينا ممكن يبوظ لك السنيك، انا هشوف اذا كان السنيك من اوله لاخره اتعمل مظبوط هحسبه لك، مش لازم يفضل معايا للاخر.
مستعدين؟ مستعدين. جاهزين؟ مستعدين. عندك أي سؤال يا ريتاج؟ لا. كله مفهوم؟ عندك أي سؤال؟ لا. طب إيه اللي موجود جوه البابلز؟ هوا. هوا. خلاص كده اطمنت عليكم. جاهزين؟ جاهزين. يلا 3 2. من الأول الترابيزة للآخر. تمام؟ حلو قوي، حلو قوي. أنا عايز أسألكوا سؤال. طبعًا السنيكس اللي كانت على الترابيزة، حلو التاور ده عاجبني. السنيكس اللي كانت على الترابيزة كانت بتطير منكوا، عارفين ليه؟ عشان الهواء بيطيرها. عشان الهواء عمال بيأثر على البابل. حلو قوي شكل السنيك ده. السنيك ده ماشي طويل ومترابط ببعضه بالشكل ده ليه؟ ممكن عشان الغلاف يعني عشان الصابون. عشان الصابون مغلف المية والهواء جواه. وكلهم متصلين ببعض، هل نقدر نطوله عن كده؟ ممكن شو. ممكن لو نفخنا اكتر، جرب كده. عاش، بس احنا محتاجينك انت نفسك تبقى اطول عشان انت شديته من ورا. خلاص كده خلص التحدي، طب يا ترى بقى مين فيكم كسبان في التحدي ده؟ مين؟ مين؟ مفيش حد كسبان، بس كده يا ترى كل واحد فيكم هيدخل كام كورة؟ ثلاثة ولا اثنين؟ ثلاثة، أي حاجة. أنت الصراحة عشان أنتوا الاثنين كنتوا كويسين معايا، هدخلي كل واحد فيكم يدخل اثنين. ابتدي بمعاذ، سيب الإزازة بتاعتك. تمام. دخل كورة الثانية. يلا. دخلي يا ريتاج كورتك الثانية. ارجعي لمكانك. قولي كده عندك كام كورة؟ عندي 7 كور. 7 كور؟ سبع كور. وأنت يا ريتاج؟ 5. مش سامع. 5. 5 كور. كده واضح مين اللي كسب معايا النهارده في تحدي المختبر. معاذ. معاذ برافو عليك، قدرت ان انت تعدي معانا التحديات، وبرافو عليك يا ريتاج ان انت كمان عديتي معايا التحديات. بس اتعلمنا معلومه جديده ولا لا؟ ايه اتعلمنا حاجات كتير. ابطالنا النهارده ساعدوني ان احنا نعرف معلومات جديده وكمان نستمتع ونتعلم، وهو ده دايما اللي بنعمله في تحدي المختبر. لو انت كمان عايز تعرف تحديات ممكن انت نفسك تعملها في البيت مع اولادك او مع اخواتك او حتى مع اصحابك، استناني في حلقه جديده من تحدي المختبر. عش عش.